الشيعية هتلر، والله العظيم التقت الحكومة الشيعية، والله العظيم هربوا. أي ما كان يأتي على الحكم إن لم يمشي عدل فطوبه لو يضعنه. الآن هم أمامكم الآن الأخوة هاي يطلبون من عندي زين ليش ما تتكلم مولانا في الوضع السياسي في العراق؟ هذا أمامكم مولانا، هاي التجربة السياسية في العراق بقبضها وقضيضها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الإسلامي مولانا في العراق. ماذا أنتجوا لنا في العراق؟ ها؟ أنتجوا فسادا ما بعده فساد في تاريخ العراق. وأنت عندما تنظر بيني وبين الله إما عمائم إما مغطات من عمائم وإما هي جبينها ما هو؟ سوداء. وأخير إحصائية روح اقرأها مولانا كلها نشروها أنه 180 دولة فساد في العالم أكو، رقم العراق في الفساد رقم 169 مولانا. بعدنا منو تدري منو ولا؟ بعدنا الصومال. هسه باسم ماذا؟ كله باسم ماذا؟ باسم الدين.